የመጀመሪያው ታላቁ ሶብረኛ አላህ ቁርአን ላይ ያወደሰው አዩብ አለይሂ ሰላም ነብዩላህ አዩብ ናቸው። ያ አዩብ ስም ስለ ሶብር ሲነሳ ሁሌም ይታወሰናል። ለዛም ነው አንዳንድ ወንድሞች እባክ ሶብር ስትሉ ያ اخي ሶብርቱ ሶብር አዩብ ባክቶኝ ያ አዩብን ሶብር ሶብር ያለው ይላል። በትክክል ስላላወቀው ነው። ያ አዩብ ሶብር ምን ነበር? قال المفسرون مفسروش من يالو كان ايوب نبي من الروم ايوب ማለት ከሩም የሆነ ነብይ ነበር። وكان له ولد ومال كثير الله ብዙ ንብረት ብዙ ልጆች የሰጠ ነበር። ወደ 14 ልጅ ሰጥቷል። فاذهب الله ماله فصبر ንብረቱ እንዳላጠፋበት አላህ صبر ثم اهلك اولاده فصبر ልጆቹ እንዳላገደለበት ታገሰ ثم سلط عليه المرض على جسمه فصبر بلا دم الله وردبه اكلوا بمشيتا اللي ما قدرجو تاكسو 18 عامت لجوجاتهم موتوا اساتهم نبرتاتهم طفتوا بمشيتا ودقوا يتنغلاتوا 18 عامت سبحان الله ميطيقاتهم سو اسكي طفا درس عندي بالبيتيتو من قالتشو انت عيو اسكي الله سبحانه وتعالى لمنو الله سبحانه وتعالى ياشر بك 18 عامت قالتشو አዩ ምን አላት? ባለቤቴ ሆይ አላት ስንት አመት በጤንነት ኑረናን ተመችቶ አላት 80 አመት ነው ቆየነው አለች። እሱ ምን አለ? ወኢኒ ለአስተሂ እኔ ከአላህ ሐያ ይዘኛል በጤንነት የኖርኩትን ጊዜ በበሽታ ይሳልኖር አላህን ሱብሃነ ወተዓላ እጄን አስቸዱ አላደርግማል። ከዛ ወዛተ የውሚን አንድ ቀን ፈመረ አለይሂ መልኡ ሚን ቀውሚሂ ፈቃሉ ማ አሳበሁ ሃዛ ኢላ ቢዘንብን ዐዚም አዩብ እንደዛ ሲንገላታ ቤተሰቡን ንብረቱን ሲያጣ አንዳንድ የቅርበት ዘመዶች ሁለት ሰው ብቻ ነበር ቢጠይቁት አንደኛው ለአንደኛው በሩ ላይ ቆሞ ያወራል። አዩብ እኮ እንዲሚማቀቀው በበሽታ ልጅ በማጣት የሚቸገረው በደህነት የተፈተነው የሰራው አላህ ማይምረው ወንጀል አለ ማለት ነው። ሹፍ ሱብሃንአላህ አዩባው እንዲናቸው ተነካ ከአላህ ጋር ተጣልቷል ይያሉት ነው። ይሄኔ ወደ አላህ እጃቸውን አነሱ። ምን አሉ? ወአዩብ ኢዝናዳ ረብሁ አላህ ታሪኩን ይስጥክስ ምን አለ? አዩብ እኮ ጌታውን እንዲህ ሲል ተጣራ اني مسني الضر كيتاي قديهم ولا مئات بلان يوردباچو شجر نكاچني مسني نكاچني سبحان ادب مع الله نكتونيال وانت ارحم الرحيم انت دم عزينا على الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى اليوم ملس ستا فاستجبنا له اشالو فكشفنا ما به من ضر كسلي ينبرون شجر قرفنا له تعالى واتيناه اهله ومثلهم معهم ابن مسعود من يلالو الله سبحانه وتعالى يموتوبتن 14 لجوج 7 7 سيت نبروا الناسون كسكسلت كموتوبت كزام كزج بصبر بهممو ابراو كقومت سيت ليلى 14 لج ست 14 سيت 14 ولد سبحان الله الله طيننتهم ملسلت تاطبالاچو تاطبو اندال طيننتاچو تملسا الله ايوبن بزي ملكو سيصبروا لكن اسبطاچو كزين بالي الله قران لي من سيلني تراچو عبدنا واذكر عبدنا بارياچننا سبحان الله كسوسم غابرو استغاو كزين بالي الله سبحانه وتعالى مسكرنته سته انا وجدناه صابرا ان ايوبنكو تاغاشون اغنتنا نعم العبد من يعمر باري انت بالله اندبت بالله جلسا باريا مبالكو تلك درجه نبيون سيعودس مندنا ياله كمكه ود بيت المقدس بادرجو غزو سبحان الذي اسرى بعبده ترات يجبوا يا باريون بلليت كمكه ود بيت المقدس ياسغوازو بعبده نياله فكيف بنعم العبد من يعمر باريا انه اواب بتملاش نبر سير الله تاريخون قران لي تكسوني ان انت زاري انتركوالن تهجد لين قروالن سنا ختم كل رمضان لين قروالن بيقنونا نبوالن تاريخو لتولد بك صبر ادرج الله شلمات ستو نبرتون ملسلت نبي صلى الله عليه وسلم حديث لمن يالو الله سبحانه وتعالى لايوب كسماي اند انبط ورق ارغفلت ايوب عليه السلام يهدو بلبسوچاچين ورق بتام سيابس بوسيابس الله من قالو يا ايوب اي بقى من دي علاچو اتبقاقا مالچ جيتاي كانت ازنت كانت شروتا من مبقاق يالله يبله يالو سيدنا ايوب مسبسب جمرو الله اندي ارغو يقنطوت النرو لايوب انوراچو صبر يمجمرو موديل ايوب عليه السلام ሁለተኛው ሞዴል ተጠረበ ማድረግ ነብይ الله يوسف عليه السلام እሳቸው ናቸው። እናታቸው በልጅነት ሞተች። ከአባቱ እንዲርቅ ተደረገ። ዩሱፍ አለይሂ ሰላም ምን አልበላ እንደደረሰበት ተመልከቱ። ወንድሞቹ ሁሉ ጠላት ሆኑት። በል አንስተው ጉድጓድ ውስጥ ጨመሩት። ሩብ ጉድጓድ በትላት የተሞራ في غيابة الجب ብሎ ነው ቁርአን የተከሰ። ሩቅ ሆነ ጉድጓድ ወረወሩት። አገሉን ጥሮ ተሰደደ።
በሰው አገር ባዕድ ሆነ በል ባሪያ ሆኖ ተሸጠ የነብዩላህ ኢብራሂም የኸሊሉ الرحማን ልጅ ከሪም ኢብኑ الكريም ኢብኑ الكريም ኢብኑ الكريም ዩሱፍ ኢብኑ ያዕቁብ ኢብኑ ኢስሐቅ ኢብኑ ኢብራሂም ባሪያ ሆኖ ተሸጠ ይህ ነብይ ልጅ ነብይ የነብይ ልጅ የነብይ ዘር ሱብሃንአላህ ከዛም ከባለስልጣኒቱ ቤት ገብቶ በሷ የዚና ጥያቄን ቢበማለቱ ከሷ ጋር ተጣላ በዚህ ምክንያት እስር ቤት ውስጥ 20 አመት ተወረወሩ ይላሉ مفسروه سبحان الله الله سبحانه وتعالى يهن صبروا الله سيعرفوا يمريت بالتلطان ادركاتشو وكذلك مكننا ليوسف كزين بوحالا ليوسف اسمتش الله سبحانه وتعالى مصر اندي قزو ادركا نزي حس دي قباتشو وندموتشو اقرو لين دي سقدو تدركا اني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لساجدين كل من دي سقدو الله سبحانه وتعالى اسمتشو مجرش عليه هذا هو يوسف عليه السلام تلك صبر الناس بسولج تاريخ است يالسو صبر يتشكم وتمناچو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولد يتيما يتيم هنا وتولد ثم فقد امه تنش غراچو سايصنا اناتاچو متج ثم فقد جده كزام عبد المطلب كان تقبلوا من كباكباچو اياتاچو متو سبحان الله كزام ادغو اندمن بچگر كذا دعوا اند يدرسو تعززو يسجدو ينغدي لج جرباچو لي يدرك نبره طائف لي بدنگاي ابد يالو بدنگاي وروراچ 7 كيلو متر راساچو نرستو اسك قرن الثعلب درس دوال نبي صلى الله عليه وسلم كبراچو انت تنقوينا انت دغامينا ليا انداندو نبي اند تبالو اساچوم تبالو حياه الفقر يچگر هيوت اسلفو النبي صلى الله عليه وسلم سوسر بيتاچو وسط تمرنا وها بچا يتطو سات ساينديا الف نبر كره بيت تنسى خلد دنگا ياسرو نبر ببشيتام الله مكرواچوال سيتامم ومياقاستوت يولت سو يحل نبر تلالچ اناتاچين عائشه كبراچو تزلفال ابو لهب ياگبواچون ينبيون كلت لج لولت لجوچو درو نبر اندي فتواچو ادرج لياوارداچو دعوه سيجمرو عمل حزن يتكازي عمت الفباتشوال ميودوات كغون نبرتشون خديجة بموت تليتش وليون لدعوة ميقزواتشو أبو طالبنم الله سبحانه وتعالى وسلاتشو كتكازي وتنس عامو لحوز يتكازي وآمت اسكب بالرس صلى الله عليه وسلم بكبراتشو اللي تزلفو مدينة مكدوبة على منافقوش سنتانجلاتواتشو عيشة زينة سراتش بلو كبراتشو أبو الدفوت سبحان الله صلى الله عليك عليك الله يا نبي الله ليت تنستو مسجد كان دعوه طري نبر حتى في اخر خمره يسجد قاعدا بدمياچو مشرشالي قچ بلو يسجدو نبر النبي صلى الله عليه وسلم فسالو طيقواچو فقال من جهد بالناس بسوش دكمكو سبحان الله نبينا محمد الله ميزين دكاماچو موتيت لياساياچو حجه الوداع لي حزبون سبسو يا 6000 صحابه على هل بلغت ادرشالو ديال اساياچو يدكاماچو موتيت ان ان انت مساچو ميزان لي يوم القيامه منكمت سبحان الله يوم القيامه سيد ولد ادم يا ادم لجوچ كله سيد يبلايو ماناچو نبي صلى الله عليه وسلم نبيات الله نفسي سيل يكبر بانديرا ميسطاچو يكبر امالاجنت ميسطاچو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صبروا الله يملا شلمات سطاچو لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه بنبيهم طرف لك مكتلالن اساچو لنكتل يجبال واخيرا عندما ترشا ملو المؤمن يسال الله دائما العفو والعافيه مؤمن بلان الله ان ايلمنو سلام ارجين بلا انفلق كامتا جن صبرالن اذا النبي صلى الله عليه وسلم كان دتورمت لي سيملسو منالو يا ايها الناس لا تتمنوا لقاء العدو ان انت سوچ ጠላትን በጦር ለመገናኘት አትመኙ ችግርን አትመኙ ወስአሉ الله العافية الله ان سلام እንዲያደርጋችሁ ለምኑት فاذا لقيتم فاصبروا كما تطبعوا بتاغسوا يتገናኛችሁ كن مؤمن الله ان ولي دعامي يادرك من اللهم اني اسالك عفو والعافية في الدين والدنيا اخيتي سلام ارجع اتنكان كما تطاو كن نصبرالن ثانيا ሁለተኛው بلا كما تطا دعاء ما ادركنا ومن اجمل ادعيه القران قران لك تتكسو دس ميل طافاج ماراكي دعاء است مندنو ربنا افرغ علينا صبرا جيتاچن صبرن اركفكفن ازنبن صبرن الله لنا لمنو يقبل